مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من ناس من بلدنا. كل سنة وإنتوا طيبين، كل سنة وكل المصريين اللي أثبتوا وطنيتهم وحبهم لبلدهم، بقصد إخواني وأحبائي وأصدقائي وجيراني أقباط مصر المحترمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأعياد، لأن دي أعياد كل المصريين، أعياد كل المصريين. احنا بنقول لو رجعنا كده حتى لزمن الفراعنة كانوا بيحتفلوا بعيد الربيع، لكن للأسف مش هنستمتع بالشفرة المصرية، مش هنستمتع بالخروجة بتاعت شم النسيم. طيب ليه؟ لأن احنا ما بنسمعش الكلام. الحكومة والدولة هتعمل ايه اكتر من اللي بتعمله؟ يا جماعة شوية عقل، احنا بنلبس في الحيط. النهاردة الاعداد احنا 171 حالة جديدة، وفي اكتر من 6 وفيات. الاجمالي تخطينا 2844. عمالين نوعي وعمالين نقول يا جماعة شوية حكمة، نقعد في البيت والله ممكن نستمتع بحياتنا، نجيب كل متطلباتنا على قد ما نقدر، نكون حريصين جدا. يعني ما كانش يخطر على بال اي حد في العالم ان دولة بيبصوا لها انها فقيرة زي مصر بيوزعوا الكمامات مجانا في محطات المترو ومحطات الاتوبيس وفي كل التجمعات والمواقف بتاعت الاقاليم. قولولي بالله عليكو، الدولة هتعمل ايه اكتر من كده؟ ثانيا بيستخدموا وقت الحظر اللي سيادتك طبعا زعلان ان في حظر، بيستخدموه في حاجات، في رفع القمامة وفي التنظيف وفي التطهير وفي التعقيم. يعني عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، والله بحبك يا مصر وبعشق ترابك ولف المداين وارجع لبابك. عظيمة يا مصر بجد والله. لكن احنا شوية حكمة، شوية عقل. مفيش أغلى من الحياة، مفيش أغلى من الحياة. على قد ما نقدر، الموضوع أصله مفهوش هزار. مش عاوزين نعمل زي دول تانية قفلت قفلة غير طبيعية وما بصتش لا مواطنين ولا كبار سن ولا التزامات ولا حاجات كتيرة جدا. لكن عندنا في مصر الوضع مختلف. الدولة النهاردة بجد، وبقولها وهفضل اقولها لاول مرة من عقود طويلة، بنشوف وبنسمع وبنتأكد ان الدولة بتساعد المواطن على قد ما بتقدر. انتوا عارفين الموضوع ده يعني بيفكرني بايه بالظبط؟ كده زي رب الاسرة اللي كانوا عياله متدلعين وما بيسمعوش كلامه. يعني هنعمل ايه اكتر من كده؟ طيب نشوف مع بعض. بقولولي في الاربيس، بقول يا استاذ محمد ده البلد والميادين والشوارع الرئيسيه وتجمعات الناس اتغسلت وتعقمت. بس النهارده شويه حكمه. الموضوع بسيط، لو احنا قللنا من خروجنا، قللنا من الزحام، قللنا من التجمعات. انا كنت اخش على الاخبار، لكن رسالتي للبهوات والدراويش اللي كل حلقه بتكلم عليهم، ايه الدراويش اللي بيقولوا انتوا فاتحين المواصلات شغاله وبنطلع بنروح اشغالنا وقافلين الجوامع. اندونيسيا وماليزيا عملوا بوابات للتعقيم. يا ابو المفهوميه،
التعقيم ده بيتم تعقيم خارجي، انا بخش جوه البوابه وبلف، المنظر الجميل اللي احنا بنشوفه ده كده، يخش يلف كده ياخد له يوتيرن كده جوه البوابه، تعقيم خارجي. انت مين ادراك ان هو اصلا مش مصاب؟ ممكن يكون عنده حاله، ممكن يكون مصاب. لو واحد بس مصاب ضرب كل الناس اللي دخلوا المصلين، كل واحد خد الفيروس ورجع لبيته وخلاص كل العيلة. بلاش الفهلوة بتاعت المصريين. المراسلين بتوعنا بعتولي صور كتير جدا، فريق الاعداد المحترم قوي اللي معايا بعتولي صور كتير جدا فوق اسطح العماير. يجي واحد اللي عامل لي فيها عمدة العمارة مجمع رجالة العمارة وطالع يصلي فوق سطح العمارة. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ في حد بيتزاكى على ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه؟ هنتزاكى على ربنا؟ اللي انت كنت بتعمله قبل الحظر هتاخد عليه ثوابك، هتثاب عليه، يثاب المرء على نيته. بلاش التمثيل وبلاش المنظرة وبلاش الشو ده. ده أرواح يا ناس، أرواح. احمي نفسك واحمي بيتك، شغل دماغك. المفهومية والفهلوة مش في كل الأحوال. انزلوا لنا بالأخبار يا جماعة، نشوف أخبار بلدنا في أسبوع. القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط. عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ القوات المسلحة، الجيش قبل العيش. اللي بعده، البابا توادرس يترأس قداس الجمعة العظيمة بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. كل سنة وقداسة البابا توادرس وكل أقباط مصر بل كل أقباط العالم، كل سنة وانتوا طيبين. اللي بعده، القصة الكاملة لخفافيش الحزانية بشبين القناطر. رئيس المدينة بيقول ان الخفافيش اتخذت منزل مهجور من 18 عام، اخدتها سكن وعششت وخيشت، والنهاردة الدنيا كلها قالت ان كورونا وربطتها بالخفافيش. دي القصة الحقيقية، ودي اهلينا البسطاء. خش يا عم باللي بعده. وزير الأوقاف بيقول، واحنا كنا بالنادي ان اللي كان ناوي على من نوى العمرة في رمضان ان يتصدق بقيمة تكاليفها. ياريت ياريت والله والله ياريت نعي ياريت. الخبر ده مهم جدا، ركزوا معايا. مفتي السعودية، إقامة صلاة التراويح وعيد الفطر في المنزل، في المنزل حال استمرار كورونا لا قدر الله. يا درويش يا اللي بتجمعوا بعض وتصلوا فوق العمارات، ده فيها أرواح بشر وفيها اقتصاد دولة، فيها أعمار ناس. أدي مفتي السعودية، مفتي السعودية بيقول مفيش لا صلاة عيد ولا صلاة تراويح في حالة استمرار كورونا لا قدر الله. بلاش نتزاكى وبلاش نطالب ونهيص على السوشيال ميديا ونعمل فيديوهات ونقول الصلاة. انتوا جايين دلوقتي يعني تعملوا لي فيها متدينين؟ ايه ده الموضوع؟ ارواح. وبقول لكم حتى البوابات بتاعت التعقيم دي مش هتحمي، والله ما هتحمي، لان ممكن اللي يكون داخل عنده الفيروس بس لسه الاعراض ما ظهرتش. انتوا عارفين ان هو فترة الحضانة بتاعته 14 يوم، فممكن يعمل كارثة
وكل واحد من المصلين هياخد الفيروس ويرجع لبيته وولاده. هنخرج فاصل مع تقرير مهم جدا 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 للمرة التالتة لناس بلدنا المصريين ولاد البلد الجدعان اللي احنا بنقول في ناس من بلدنا ممكن نروح بكاميراتنا لحد حلايب وشلاتين، اسكندرية، سينا، اي مكان فيك يا مصر، طالما لقينا شخصية مصرية بتعمل لمصلحة البلد والناس. نشوف التقرير مع بعض وهنعلق عليه. لما قالوا لي ان في رجل اعمال في محافظة من الاقاليم زي الغربية تبرع ببناء مدرسة للتعليم الاساسي، قلت مش معقول. كلفت فريق العمل وبدأوا يتواصلوا وقلت خلاص لازم هنيجي محافظة الغربية مدينة طنطا. النهاردة احنا موجودين لكن للأسف ما لقيناش صاحب التبرع موجود، لكن الناس والعمال هنا قابلونا مقابلة ولا أروع، ملحمة. الناس كلها بتشتغل بحب، الناس كلها حابة الفكرة، وكل الناس بجد سعيدة جدا 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 ان الاعلام بيسلط الضوء على شخصية محبوبة جدا، شخصية بتعمل لمصلحة البلد، حاطط مبلغ كبير جدا في مدرسة للتعليم الاساسي، عنده ايمان غير طبيعي بالتعليم. وعرفت كمان لما اتكلمت مع الناس انه عامل مبادرة عظيمة جدا اسمها بالعلم نبني وطن. كان لازم نكون موجودين هنا النهاردة. اوعدكم هنلف جوه الصرح التعليمي ده وهنشوف لقاءات وهنشوف الناس قالوا ايه على المهندس احمد منير عطية وعلى فكرة مبادرة بالعلم نبني وطن اللي بتمنى انها تتعمم في كل محافظات مصر، لا بل في كل مراكز مصر. نفسي اشوف بجد 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 شخصية في وطنية هذا الرجل اللي كنت بتمنى ان انا اقابله هنا النهاردة. تابعونا. ربنا يوفقك وربنا يجعلك في اهل الخير كده ان شاء الله. طبعا حاجه كويسه، بادوا خير كبير طبعا، وده بنقدم لنا التعليم طبعا للاطفال الصغيره اللي هم الجيل هيطلع، فحاجه قدامهم كويسه ان هم يتعلموا فيها. وده نشكر المهندس منير عطية على الحاجه اللي هو عملها لنا، ماشي وخير كبير للبلد طبعا وكتر من امثاله. وبنتمنى ان رجال الاعمال كلها في مصر تبقى زي الباشمهندس احمد منير عطية. خدت بالك احنا جينا هنا والباشمهندس احمد منير قال اي، انا مسؤول عن الدهانات هنا في المدرسه، قال اي شيء في الدهانات هاته، اي شيء محتاج للدهانات على اعلى مستوى في المدرسه نجيبه. الراجل ما تاخرش علينا في شيء الباشمهندس احمد، وبصراحه خدت بالك ما بي يعني مجرد ان احنا بنطلب اي شيء في المدرسه بيلبيه، مش احنا بس، كل اللي شغالين في المدرسه سيان من دهانات او محاره او من نجار او من كله، خدت بالك هو قايم على اكمل وجه في المدرسه وزياده كمان.
الفكرة دي لو اتعممت في كل نشاط، في التعليم، في الصحة، يعني مش شرط مدرسة بس، ممكن يبني مستشفى، ممكن يبني يعني في جميع الأنشطة، يعني يعمل مصنع، يعني المهم المبادرة تبقى يعني على جميع الأنواع. أكيد طبعا ده الوقت اللي لازم كلنا ننزل فيه ونقف جنب الدولة، مش لازم نقف بفلوس، يعني اللي يقف بصحته، اللي يقف بأي حاجة، يعني كلنا نقف نساعد رجال الأعمال، وخاصة رجال الأعمال اللي إن شاء الله ربنا مديهم، يعني ينزلوا يقفوا، من اللي يبني مستشفى، اللي يبني جامع، اللي يبني مؤسسة خيرية، مش لازم مدرسة يعني. وطبعا الدولة محتاجة كلنا نقف جنبها عشان تتقدم وتبقى قد الدنيا إن شاء الله، ومصر قد الدنيا. واي حاجه مجال الخير يعني بنشتغل فيها، يعني اي حاجه، مدارس، جوامع، مستشفيات، اي حاجه مبادره في الخير بنعملها، كل ده بفضل الاستاذ احمد. احنا برضك، احنا يعني احنا مش فقراء الحمد لله، احنا على قدنا، بس يا ريت كله يعمل زيه، وهو مش سايب حد ومش عايز حاجه من حد، هو بيعمل كده لله، ما بيعملش حاجه لحد. وعلى فكره ما حدش جايبني، انا معديه بالصدفه وجيت اسجل، يا ريت كل رجال الاعمال يعملوا زيه. وعلى فكره احنا بنسمع رجال اعمال عملت وعملت، بس احنا ما بيوصلناش حاجه، ما بيوصلش حاجه في، يعني احنا ما بيوصلناش حاجه، وقالوا هنعمل عشان الكورونا ومش عارفه ايه، بس احنا ما وصلناش حاجه غير من استاذ احمد، وفعلا دي حقيقه، والله العظيم دي حقيقه، انا ما بقولش كلام كدب، انا ما وصلليش اي حاجه غير من استاذ احمد. يا ريت كله يعمل زي استاذ احمد كده، مهندس احمد ما بيعمل لله، كله يعمل حاجه لله بس. طبعا كله يجي يودي عياله هنا في المدرسه، هنا ان شاء الله مدرسة كويسة ومبنية أحسن مباني وناس محترمة مسكنة. وبعدين هم قالوا الأستاذ أحمد منير برضه هو اللي بيعمل المدرسة دي، ربنا يبارك له، حتى قلنا هو قايم ببنائها كلها وبيعملها بالشكل الجميل ده، قالوا آه إن شاء الله، قلنا يا رب ربنا يوسع عليه وربنا يبارك فيه، والنماذج اللي زيه كده إن شاء الله يبارك فيهم يا رب. أنا بحب أشكر رجال الأعمال اللي بتتفرج علينا دلوقت إنهم بنوا مدرسة الشكل دي، وانا احب اشكر الاستاذ احمد عطيه ان هو بنى مدرسه دي تقلل من العدد اللي عندنا، ان انا اقدر افهم المعلومه. بالعلم نبني وطن. في اجمل من كده بجد والله؟ في اجمل من كده؟ اعتقد مفيش. أنا كنت دايما بقول إن أنا أحب، إحساس جميل وحاجة كويسة قوي، لكن إن أنا أتحب بيبقى الإحساس أجمل والإحساس أروع. تخيلوا الكلام ده، يعني إحنا صورنا حوالي ساعتين، التقرير ما كملش 10 دقايق، الكلام ده نقطة من بحر اللي اتقال عن الراجل وهو مش موجود، فما بالكوا بقى لو هو موجود، فما بالكوا لو هو موجود. الناس دي كلمتني وقالت ان المدرسة دي عملها المهندس احمد منير عطية صدقة جارية على روح والده المهندس منير عطية. الله، ده انت خير وشهم وكمان بر بوالديك، بجد يا بختك. يعني صدقوني انا سافرت طنطا انا وفريق العمل، لكن ده رجعت زعلان. احنا سافرنا الخميس الصبح ورجعنا، طبعا الناس كلموه، كان موجود هو في القاهرة وقال يعني كنت حابب اكون موجود، لكن البركة في العمال اللي كانوا موجودين في المدرسة. فكرة بناء أكبر مدرسة للتعليم الأساسي في محافظة الغربية كان قرار مش سهل. النهاردة لما بنتكلم على أسعار مواد البنى، حديد وأسمنت وطوب ورمل وزلط وحاجات كتيرة جدا، ملايين. لما دخلنا ممكن شفتوا معانا في الفيديو التشطيب من جوه، والله انا عاوز اقول لكم يعني بامانه، ما اعرفش ليه ما جابوهاش في التقرير، قالوا ان السيراميك بتاع دورات المياه فرز اول من اكبر الشركات في مصر،
وعاوز اقول لكم كمان من النوعية المخصصة للتصدير. الحاجة التانية ان الدهانات والشغل اللي بتعمل العامل اللي انتوا شفتوه بيشد معجون ده، قال لي ده الوش التالت ولسه هنصنفر. قال لي يا استاذ محمد احنا اكننا بنشتغل في شقة عريس. انتوا متخيلين معايا الوضع؟ لما حد بيتبرع بألف جنيه بيقول انا اتبرعت، ويتصور 500 صورة ويروح لتلاتين اربعين صفحة ويرش مش عارف ايه وبوستات ويشير يا عمي وي 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 بتاع. لكن الراجل قال لي حتى لو انا كنت موجود انا مش هتصور ومش هسجل. انتوا متخيلين معايا؟ طب لما اتكلمت مع المقاول اللي كان موجود اللي انتوا شفتوه ده، قال لي التكلفة دلوقتي تخطت الخمسة وعشرين، ها، 25 مليون جنيه. اتصرفوا في ارض كانت خرابة، كان في مقام هنا مدرسة زمان بس اتهدت وبقت خرابة. وانتوا عارفين ان احنا كمصريين اي مكان مهمل ومتروك بتترمي فيه زبالة، بتترمي فيه بواقي هدد، بتترمي فيه مش عارف ايه، الناس بتاخده بتبركن فيه، بيرموا فيه قاذورات، بيرموا فيه. الناس اللي انتوا شايفينها قدامكم دولي اللي بيقولوا ده الوش التالت، ده الوش التالت، دي شقة عريس والسيراميك من افضل واكبر الماركات في مصر. يعني النهارده لما هقول ايه، لما واحد بيتبرع اقول لك خلاص اعمل حاجة كده تمشي، ما كده كده مدرسة حكومية. انما الراجل عاملها بالظبط زي الفندق، زي الفندق. والله والله وهو اسأل عن هذا اليمين امام الله، العمال اللي كانوا بيشتغلوا بيقولوا احنا كننا شغالين في شقة عريس. فحبيت بس والله انقل الصورة دي ليكو واقول لكم الكلام ده. يعني الو، معانا مين يا جماعه؟ الو، مساء الخير. انا مساء الخير استاذ ابو اليزيد، اهلا وسهلا بيك. الو الو، اتفضل انت معانا على الهواء يا استاذ ابو اليزيد. تمام، هنستاذنك بس يعني تقريبا الاتصال اتقطع، هنستاذنك وطي التلفزيون وتابعنا بس من التليفون. طيب احنا كان سهل جدا الراجل ده يجري على يعمل كراتين ويحط عليها البادج بتاعه وصورته ومش عارف ايه وايه، وقنوات رايحة وقنوات جاية وصفحات فيسبوك رايحة وفيديوهات جاية ويعمل شو ويعمل شبورة بنت لذينة. الراجل متبرع بخمسة لحد دلوقتي، لحد اللحظة اللي احنا فيها دي صارف ما يقارب على 25 مليون. تمام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. والله انا سعيد وانا بشوف البرنامج ده. تمام، واحنا اسعد بمداخلتك والله. والله يا باشا استاذ، بس يعني حيث علم فتك بان المنطقة اللي فيها المدرسة منطقة مكتظة بالسكان، وانت عارف حضرتك الكثافة اللي في الفصول قد ايه. تمام. فصول في المدارس في مدينة طنطا بحكم عملي بانني كنت مدير في التربية والتعليم قبل كده، مكتظة ومليانة بالتلامذة، وخاصة معظم المدارس مش مجهزة للأنشطة الرياضية ولا معامل مناهج المعرفة ولا حسب الآلي. فمن فضل الله سبحانه وتعالى بأن ظهر هذا الرجل صدق على روح والده عملا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم، عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هو كده خد اثنين من الثلاثة إن شاء الله. هي هذا الصرف العظيم اللي هو البناء
مدرسه ابتدائيه تمام يتعلم فيها النشء معنى الولاء للوطن والانتماء للامه مثل ما فعل هذا الرجل. بما ان حضرتك معانا يكون هو الولد الصالح ان شاء الله يا استاذ ابو يزيد. بما ان حضرتك موجود معانا وانت من رجال التربيه والتعليم، احنا بناكد ان او بنقول ان تعليم جيد، تعليم نعم. جيد هيطلع دكتور جيد، مهندس جيد، ضابط نعم. جيد، صحفي واعلامي جيد، عامل جيد، صح؟ نعم. فالنهارده النهارده بجد الاستثمار في التعليم شيء يعني راقي جدا وشيء مفيد للبشريه وللبلد. ده على مدى المستقبل ومدى السنين القادمه ان شاء الله، لان بيعد في هذه المدارس الابتدائيه اذا كان هناك تعليم جيد زي ما قلت سيادتك وتنشئه جيده من جميع الانشطه الرياضيه وحسب الالي و و والى اخره ومداخ مناسب للتعليم الكلام ده بينشا الطالب بالتاكيد طبعا جيد طبعا طبعا يبقى في مواطن صالح معد بجميع الانشطه الرياضيه والثقافيه والى طيب. اخره استاذ ابو يزيد ان شاء الله استاذ ابو يزيد استقبل الطبيب والمهندس والى اخره تمام طبعاً. او حضرتك معانا دلوقتي تحب تقول ايه للمهندس احمد منير عطيه وهو متبرع بالصرح التعليمي ده؟ والله والله انا احب اقول له انا قابلته عده مرات وطلبت منه طلب بان في بعض المدارس القريبه من هذه المدرسه ايوه في حاجه لصيانه زي مدرسه سيدي منصور اللي كنت مدير فيها ومدارس اخرى، وهو وعدني ان شاء الله بعد استكمال هذه المدرسه هيبص لمعظم المدارس ويشوف ايه اللي ناقص فيها من المبنى واجهزه المعامل والى اخره، وان شاء الله هيستكملها بعد ايه بناء هذه المدرسه. وحتى اضيف لحضرتك اتفضل اتفضل استاذ رزيد بان انا اتجولت في المدرسه دي ايوه فعرفت منه بانه هو ان شاء الله هيعمل ملاعب جيده وشفت المعامل المجهزه، وده يعني شيء انا مش بجامل فيه ده موجود، بل بانه البلاط كنت موجود معاه وصير الوقت بالليل كان البلاط بيجي من محافظه ثانيه تمام حضرتك. تمام يا استاذ ابو يزيد احنا فعلا شفنا ده بنفسينا انا وفريق العمل. بجد انا بشكرك جدا على مداخلتك معانا، شكرا استاذ ابو يزيد من التربيه والتعليم بمحافظه الغربيه. اهو يا جماعه انا عاوز اقول لكم ادي راجل من رجال التربيه والتعليم في الحديث، احنا بنتكلم بيقول لي انا كلمت المهندس احمد منير عطيه وقلت له في مدارس تانية محتاجه صيانه. الله، ايه الغربيه ولا طنطا ما فيهاش رجال اعمال تاني ولا ايه؟ ما فيهاش مصريين بيحبوا البلد ولا ايه؟ ما فيهاش شباب جدعان محترمين بجد بجد زي احمد منير عطيه؟ يعني هو علشان تصدر المشهد هنحمل عليه كل حاجه؟ لا، انا متاكد ان في مصريين بيحبوا بلدهم بس محتاجين بس شويه ها لما لقوا في أمثلة مشرفة زي كده، نماذج مضيئة بجد بتعمل لمصلحة البلد، فأكيد المفروض إن هم يعملوا زيهم أو يقلدوهم. معانا مين من طنطا تاني يا جماعة؟ ألو؟ يا باشا مساء الخير. مساء الفل يا باشا. أهلا أهلا حاج أحمد. أهلا بيك يا سعادة الباشا. منورنا في ناس من بلدنا. أدعى الصحة وجمال سعادتك. ربنا يبارك فيك. ربنا يديك الصحة سعادة الباشا. الأول أنت حاج أحمد شغال إيه؟ أنا تاجر فواكه يا سعادة الباشا. تاجر فواكه. أحلى أيوة. حاجة. وداخلين على رمضان بقى والناس بتاكل بقى. كل سنة وحضرتك طيب وربنا يعدلها بس إن شاء الله هتبقى 100 والله. كل سنة وأنت طيب يا حاج أحمد. قناة الصحة والجمال هنبقى 100 والله. ان شاء الله رب العالمين تنورنا والله. الله يبارك لك. احنا كنا عندكم في طنطا يوم الخميس، كنا امبارح موجودين عندكم وشفنا سمعنا كتير عن مهندس احمد منير عطيه. كنا كل ما بنقف نسال علشان نوصل من امثاله. والله يا سيدي ربنا كتر من امثاله يا رب. ربنا يكرمك والله. لو عندنا 2-3 يا باشا من الراجل ده مصر تبقى بخير والله. حتى الحمله بتاعته
بيقول لك بالعلم نبني وطن، حاجة يعني ما سمعناهاش قبل كده من الجماعة بتوع، سبحان الله حاجة جميلة قوي. والمدرسة اللي هو عاملها دي يا تباسة أنا اتفرجت عليها من بره ما دخلتهاش. لا خش من جوه، خش هتلاقي. هو بقى أنا بقى بسأل واحد من أحد العاملين بقول له أنا شايف 22، قال لي ده دول يا باشا 22 دورة مية. في مدرسة ابتدائي في الغربية أو في مصر فيها 22 دورة مية وعلى أحد افتراض و48 فصل يا ريس. ده ايه ده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له. عاملها فندق. ربنا يبارك له. عاملها فندق. حاجة جميلة 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 خمس نجوم يعني. يعني انا في تل الحدادين عايز اودي ولادي العجيزي عشان يخشوا الصرح ده. تمام. عايز عيالي تخش الصرح ده. ان شاء الله يا حاج احمد باذن الله. احنا بشكرك معانا والله، ما تسيبونا في القناة ديت تجيبوا لنا الحاجات الحلوة ديت. احنا معاكم، احنا معاكم حاج احمد. برنامج سيادة الرئيس وسيادة وزير التربية والتعليم ان في ناس بتشتغل لله وفي ناس بتعمل حاجات حلوة لمصر. تمام. العلم نبني وطن يا سعادة الباشا. دي احلى حاجة انت قلتها يا حاج احمد. بشكرك جدا على مداخلتك، وان شاء الله ولادك يروحوا المدرسة دي واحفادك كمان الصرح التعليمي الرائع ده بجد. اهو يا جماعة انا بقول لكم من ساعة ما رجلينا حطت هناك والناس انتوا هنا بتقولوا لي التلفزيون طيب خير في ايه؟ قلنا ان احنا سمعنا ان في هنا حد باني مدرسه، ومدرسه حكوميه مش مدرسه خاصه. سمعنا بقى الكلام اللي انتوا بتشوفوه وبتسمعوه، اللي انتوا شفتوه في التقرير واللي بتسمعوه من العمال اللي كانوا بيتكلموا من شويه والمداخلات التليفونيه دي. صدقوني انا كنت بتمنى برنامجي يبقى ساعتين، لان كمان بيقولوا لي في الاربيس في ضغط تليفونات، في ناس كتير عايزه تخش تتكلم. ده يعني ايه المظاهره دي؟ ايه حاله الحب دي؟ انا كنت عايز اغير موضوع الحلقه، بدل ما هو مبادره بالعلم نبني وطن كنت عايز اخليها حاله حب او قصه حب. يعني نادرا لما تلاقي مثلا رجل اعمال في حته محبوب من كل الناس حواليه. والله الميكانيكي واحنا كنا بنظبط حاجه في العربيه بقول انتوا ايه التلفزيون كنتوا جايين ليه؟ جايين عشان نصور كذا. هاتولنا يا جماعة مين تاني معانا. الو استاذ عبد الهادي مساء الخير. السلام عليكم يا استاذنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا في قمة السعادة باللي انا بشوفه دوت من التبرعات الجميلة العظيمة ديت. بجد انا سعيد، انا فخور ان انا مصري وفي مصريين بالشكل ده. لا والله يا استاذ عبد الهادي انت لو كنت حضرت معانا ملحمه. يعني رجل اعمال بيتبرع من المدرسه حكوميه. كان يسعدني. انا في الوقت اللي حضرتك دلوقتي على الهوا بقول للناس الاخوان تعالوا شوفوا يلي انتوا مش بني ادمين. شوفوا المصريين بتعمل ايه في بلدها. صحيح. شوفوا المصريين بتدافع ازاي عن تعليمها. شوفوا المصريين بتدافع ازاي عن صحتها. الله اكبر عليك يا مصر، الله اكبر عليك يا مصر. احنا مش قلقانين يا استاذ عبد الهادي على مصر، طالما فيها بجد نماذج مشرفه بجد بجد زي المهندس احمد منير، بجد شخصيه فوق الاحترام بمراحل. بشكرك جدا على مداخلتك معايا الاعلامي المحترم، واقول ايه يعني بجد الاستاذ عبد الهادي المحمدي بشكرك على مداخلتك جدا، شكرا لحضرتك. فلما بنشتغل خدوها قاعده كده، والله المحترم في الدنيا وبيشتغل صح وبيمشي صح بيكسب خير الدنيا والاخره. كنت لسه بقول لكم الميكانيكي اللي كنا وقفنا عنده قال لا ده راجل فوق الاحترام. انا عاوز اقول لكم الراجل ده من اول ما سمعنا عن كورونا، انا هقولها بالرغم والله الراجل امني قال لي ما تقولش، من اول ما سمعنا عن كورونا الراجل ده عنده عمال بعد ما بخلصوا الشغل بيوزعوا مواد غذائيه. مين يا فندم معانا؟ الو. التليفونات يا جماعه معلش. فبقول لكم الراجل الو مساء الخير. مساء النور. اهلا استاذ شاهد الفطاطري. اهلا وسهلا بحضرتك، منور ناس من بلدنا. الله يخليك منور باهلها. احنا كنا في طنطا امبارح يا ريس، وكان نفسنا ان
يعني اقولك ايه، كان نفسي اني اقابل الناس دي في استاد، الناس اللي بتحب الراجل ده كان نفسي كده اجمعهم في استاد مثلا. يعني ما وقفناش في حتة ولا قابلنا حد الا وشكر فيه. ايه حكايته بقى المهندس احمد منير معاك؟ والله الاستاذ احمد منير دوت من الناس اللي اتعدى على الصوابع في مدينة طنطا، من الناس المحترمة جدا جدا، ذو اخلاق، محدش بيطلب منه حاجة بصراحة غير لما بيوفيها. وعلى المستوى الشخصي، على المستوى العملي، سواء في مجال التدريس، في مجاله، في مجال المدرسة، أو في مجالات تانية خيرية كتير بدون ذكر اسمها، يعني أنا على ما أعتقد اللي هو ما بيحبش يشعر بالحاجات اللي زي دي. لا، إحنا دورنا في الإعلام يا أستاذ شادي، هقول لحضرتك، إحنا دورنا في الإعلام بجد نقول ونسلط الضوء على النماذج دي. أنا شاهد عيان، الراجل ده أنا شاهد عيان. يا انا هحب اضيف بس صوتي لصوت الحاج اللي كان لسه كان بيتكلم من شويه. اولا، ثانيا، الراجل ده انا شاهد عيان عليه خلال ال 15 يوم اللي فاتوا. الراجل ده كل يوم، مش عايز اقول لحضرتك على الخير اللي بيعمله لاهل طنطا اللي هم التعبانين جدا جدا. صدقني شفت بعينيا امبارح، والراجل ده بيروح حالات بيوتها البيت. انا اقسم بالله الحالات المدرسه على الهوا معاك، انا شاهد عيان عليها. انا هوا دلوقتي. تمام، ما حضرتك معانا على الهوا. تمام، ربنا يخليك. اتفضل. طب ولك المدرسه موجوده على الهوا؟ على الواقع اللي انا بكلم حضرتك فيها ديت، يعني كويس ان انت حضرتك فاجئتني حتى، يعني انا كنت بتكلم على اساس ان انا مش هوا، انت اكدت لي ان انا على الهوا. تمام، لا انت على الهوا معانا، وانا بقول لك ادي صور المدرسه اهي. الحاجه الثانيه، انا كنت موجود في طنطا امبارح وشفت المخزن اللي موجود هناك عندهم ده. بقول لك بالبراويطه، الفلاحين اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي واخواني وحبايبي واهلي الصعايده عارفين يعني ايه براويطه. عايز اقول لكم البراويطه دي رايحه جايه عماله تشيل مواد غذائيه علشان تروح للبسطاء الناس، والعماله اللي مش اساسيه، اللي هي اليوميه، الناس البسطاء، الناس التعبانين. غير كده وكده، الراجل ده عامل مدرسه يا فندم في طنطا، يعني مش عايز اقول لحضرتك ده فندق يا ريس، مدرسه، ده فندق مدرسة، مش مدرسه، دي جامعه طنطا. احنا بنشكرك جدا الاستاذ شادي الفطاطري بجد على مداخلتك معانا، بنشكرك بجد. هو ده اللي احنا بنقوله وبناكد عليه، ودي رساله لكل رجال اعمال مصر الشرفاء المحترمين بجد، ولاد البلد الجدعان بجد، اللي ما بيبخلوش على البلد بأي حاجة. مثال مشرف أهو قدام مننا، واستثمر في مجال إيه؟ التعليم. بالمناسبة يعني إحنا الحلقة النهاردة برعاية مبادرة بالعلم نبني وطن، لأن أنا مؤمن جدا بالتعليم، وبتفق مع الراجل ده اللي بجد كل اللي بيحصل والمداخلات والشغل ده شوقني أكتر ان انا اشوفه واقعد معاه. كل اللي بينا تليفونات، لكن بجد انا مشتاق ان انا اشوف الراجل ده واقعد معاه واقول ازاي فكر في قصه التعليم. لان احنا علشان نكون منطقيين، ان التعليم هو الاساس. معانا الحاجه مسحر، مساء الخير. السلام عليكم، ازيك يا فندم؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منوره الدنيا. اهلا وسهلا. والله احنا بص نشكر الباشمهندس احمد، والله مش عايز اقول لك عمل ايه في الغربيه عندنا هنا، اهل الخير كلهم بيشكروا فيه. بقى لنا 15 يوم كل الناس بتاخد كل حاجه حلوه منه، وكفايه المدرسه اللي هو عاملها لنا هنا. يعني 15 يوم بيوزع مواد ومواد غذائيه. مواد غذائيه مش مخلينا كل طنط عايزه حاجه، ما شفناش اصلا حاجه زي كده قبل كده. يعني في ناس كتيره هنا كانت عندنا وسابوا البلد وسابوها من غير اي حاجه، لكن هو وقف جنبنا كلنا. وكفايه المدرسه اللي هو عاملها لاولادنا كلنا، هو ادع باشمهندس في الدنيا. طب تحبي تقولي له ايه على الهوا كده يا ام سحر وانت معانا؟ قول له ربنا يخليك لينا يا رب، ما يحرمناش منك ابدا يا باشمهندس، وربنا يسترها معاك زي ما الناس الغلابه كلهم بيدعوا لك، والناس الكبيره في السن بيسيب اصلا يبقى قاعد والدنيا موت، وشوف اي حد داخل وحسيت كبيره بيقوم لها يروح لها لغايه عندها. صدقيني يا ام سحر كلامك مظبوط، والله انا شفت بعينيا امبارح. يعني انا اصلا فريق الاعداد معايا لما جمعنا الحكايه دي، اتفضل. مش عارفين نعمل معاه ايه من كتر اللي هو بيعمله معانا، كل ادعوا له الناس كلها ادعوا له. ده حاجه
احنا مشرفه من محافظه الغربيه، هو مشرفنا بجد، ادعوا له بس الصحه مشرفنا والناس كلها بتدعي له. ادعوا له بس. ماشي، بنشكرك، بنشكر حضرتك الحاجه مسحر من سكان ومواطنين مدينه طنطا، يعني حاجه بجد رائعه. مين معانا تاني يا جماعه؟ ست ام مريم، مساء الخير. الله يخليك، مساء النور. منورانا يا فندم، اتفضلي. الله يخليك، الحمد لله. انا بحب طبعا اشكر الاستاذ احمد على عمل الخير اللي هو بيعمله، وربنا يبارك له ان شاء الله ويقدره على فعل الخير ويجعله طبعا حسنه جاريه ان شاء الله على روح الوالد. بس انا بصراحه يعني بتكلم، يعني ما يبقاش تركيزه على الحاجات دي بس، يعني يعني في حاجات برضو يعني ربنا هيجعل يعني حسناته اكتر من كده برضو. اتفضلي. بالنسبه ان هو يعني بص للحالات اللي هي محتاجه بناء مساكن، بناء بيوت، في طبقه بتكون يعني تحت الصفر خالص. انت عارفه بجد. عارفه يا حاجه ام مريم، يعني احنا بنسلط الضوء على النموذج المشرف ده، وكنا بنقول ان في وسط الضلمه كده بيطلع نور. تمام. انا عايز اقول لحضرتك احنا النهارده لما نلاقي حد بيعمل حاجه كبيره جدا زي كده ما نجيش بقى كلنا نحمل عليه، احنا بنقول المثال المشرف والمحترم ده المصري ابن البلد ده علشان خاطر يحزي، يعني يحزو حزو اخرين رجال اعمال تانية اللي يستثمر في الصحة واللي يساعد الدولة في الصحة، اللي يساعد الدولة في العمالة اليومية، الناس اللي قوتهم كده يوم بيوم، الناس اللي مش لاقية شغل. بجد الراجل بيقوله من 15 يوم هو بوزع مواد غذائية، غير كده كمان باني مدرسة مكلفة صدقوني من بق المقاولين السيراميك والتشطيبات والدهانات والحديد وي وي بتاع. اكبر مدرسة فيك يا محافظة الغربية، اكبر مدرسة للتعليم الاساسي، اكتر من 25 مليون. فالنهاردة يا جماعة احنا رسالتي النهاردة لرجال اعمال مصر اللي بنوا البلد وبنوا اقتصاد البلد، الناس المحترمين دي النهاردة بجد معانا دكتور خالد. مساء الخير يا دكتور. مساء التفاؤل والامل استاذ محمد. احلى مساء والله، كلامك جميل والله. امل يا فندم والله. والله انا سعيد للواجهه المشرفه للبرنامج الجميل بتاع حضرتك. ربنا يخليك، بنشكرك جدا وربنا يجعلنا عند حسن ظنكم يا دكتور. وبدعي الباشمهندسنا الجميل اللي مشرف محافظه الغربيه كلها الباشمهندس احمد منير، ان ربنا يوسع عليه يا رب ويكتر من اعمال الخير ليه. يعني احنا انا لما مشيت امبارح من طنطا كنت بقول على الراجل ده ان هو يعني نمبر 1 في الغربيه، هو نجم محافظه الغربيه من حب الناس البسيطه. أكيد. في الشارع اكيد اكيد. يا فندم ربنا يوسع عليه يا رب، ربنا يوسع عليه ويكتر من اعمال الخير. تمام. الحب الجميل اللي انا شايفه على القناه دلوقتي بصراحه حاجه مشرفه جميله، واتمنى من الساده المسؤولين مسانده الباشمهندس احمد منير ان شاء الله، واحنا كل الامور يسهل له كل حاجه. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك ان النهارده يبقى فيه تسهيلات جدا، يعني العمال هناك بيقولوا ان الصرح ده ان شاء الله نحتفل كده مع بعض وقابلكم هناك باذن الله، واحنا بنفتتح اكبر مدرسه للتعليم الاساسي في محافظه الغربيه تبرع صدقه جاريه على روح والده. بشكرك جدا دكتور خالد على مداخلتك معانا. يعني شوفوا لما الواحد بقى ياخد حسنتين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث. أولا علم ينتفع به، ده مبنى تعليمي أفخم مدرسة فيك يا محافظة الغربية. الحاجة التانية ولد صالح يدعو له بيدعي لوالده. الحاجة التالتة ده خد التلاتة، دي صدقة جارية، يعني اتبرع بالمبلغ ده صدقة جارية على روح والده. اه معانا مين يا جماعة؟ يا جماعة مش يعني المقاول احمد علام. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت معانا على الهواء، اتفضل. والله انا حبيت اشارك، انا حبيت اشارك لان بصراحه الراجل ده محترم وخيور جدا. تمام. يعني انا بقول لك انا امبارح كان في حاله حب في طنطا، الناس لما عرفوا ان التلفزيون جاي علشان يصور كانت حاله حب بجد
في الشارع وعند البقال والميكانيكي والعمال اللي في المدرسة وكل حتة تواجدنا فيها الناس بتقول في حقه شعر. لا لا اسمعنا بالتليفون يا حاج احمد. لا احلف لك بالله. وط التلفزيون واسمعنا بالتليفون. ماشي مع حضرتك. تمام. بأمانة كل كلمة بتتقال عنه بصراحة أزيد من مش 15 يوم وبقاله أزيد من 15 يوم. وط التلفزيون. وط التلفزيون. تمام. احنا بنشكرك جدا الحاج احمد من اهالي طنطا غربية. يا جماعة ده يعني ده حالة حب. يعني انا لو اقدر اخلي البرنامج ساعتين النهاردة صدقوني شوية انا كان نفسي كمان اعمل لقاءات مع كل الناس اللي وقفوا وكلموني هناك في الشارع بجد والله. هأكد دايما وهقول احنا مختلفين عن الناس. برنامجنا بكاميراتنا بفريق العمل بالشباب المحترم اللي معانا عندنا استعداد. وبقولها اهو بقولها عندنا استعداد ان احنا نسافر بكاميراتنا وبمعداتنا نسافر لحد حدود مصر الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية اي مكان فيك يا مصر. لما بنسمع عن حد بجد ابن بلد وجدع عنده شهامة المصريين وولاد البلد لما بنسمع ان في حد بيشتغل صح وبيعمل لمصلحة البلد على طول فريق العمل هاتولي بناته اعرفولي مين ده اعرفولي فين اعرفولي عامل ايه. امبارح لما رحنا انا رحت مفاجأة كان نفسي ان انا اتقابل معاه كان نفسي اقعد علشان اسمع منه الكواليس لكن ملحوقة ان شاء الله احنا بينا تليفونات. وصدقوني بعد مظاهرة الحب دي والحالة دي انا مش هسيبه لازم يكون ضيفي في حلقة من الحلقات دي حتى علشان نتكلم على المبادرة الجميلة بتاعته بالعلم نبني وطن اللي بتمنى بقولها باسمي اهو انا الاعلامي محمد عثمان بتمنى رجال المجتمع المدني والمنظمات والاحزاب مش هقول بقى الكرتونية وبعض الناس اللي مش عارف ايه وايه وايه لا نبقى عمليين ونشتغل صح بجد نتبنى المبادرة دي ونحط ايدينا في ايدين الراجل ده علشان خاطر قلتها مرة وقالها ضيف او متصل من المتصلين معانا هقولها تالت مرة في نهاية البرنامج ان بجد العلم مفتاح التقدم. العلم ربنا سبحانه وتعالى قال وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم النهاردة هو الأساس. العلم هو أهم حاجة في الدنيا لأن لما يبقى التعليم جيد التعليم كويس النهاردة هطلع دكتور محترم هطلع ضابط كويس هطلع مهندس كويس هطلع سفير كويس هطلع صحفي واعلامي كويس. فده اللي احنا بنقوله. فبجد انا سعيد جدا بالحلقة دي بشكركم جدا ويظل ناس من بلدنا منبر لكل الشرفاء منبر كل المحترمين النهاردة وانا على الهوا اهو بشكرك المهندس احمد منير عطية بشكرك على الهوا وربنا يرحم والدك ويجعله في ميزانك. بجد انا واحد لكن شفت امبارح مئات وناس اتكلمت عنك. انا بشكرك جدا وتوعدني تكون موجود معايا على الهوا. بشكر كل مشاهدينا ومتابعينا في مصر المحروسة والعالم اجمع. ان شاء الله تستنونا الاسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من ناس من بلدنا قد تكون بداية رمضان. كل سنة وانتم وكل البشرية طيبة. مصر بتنور الدنيا. رمضان عندنا غير اي حتة تانية. اشوفكم الاسبوع الجاي.